السيدة محذيفة من الفيوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ نعمة وفضل الحمد لله. ربنا يديم على حضرتك نعمة. اتفضلي. بعد إذن حضرتك أنا عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، في مشكلة بين أخو زوجي وزوجته. زوجته من ساعة ما من أول ما اتجوزوا وهم في مشاكل دايما على طول، يعني هي على طول كانت بتبين له إن هي تعبانة، فهو كان بيخدمها في الأول. بعدين ربنا عطاها يعني وحملت وكده، ففضل يخدمها أكتر علشان حملها. بعد كده خلفت يعني وضعت، وبعد الوضع بقت كل شوية تعمل معاه مشكلة وتقول إن هو بيضربها وبتعمل معاه مشاكل جامدة وتفرج عليه الناس وكده وتعمل له مشاكل في كل عمارة يسكنها، تعمل له مشكلة هناك عشان يسيبها وينقل من المكان ده. وتقول له طلقني انا مش شايفاك راجل ومش عايزاك وكده. طيب دي سلفتك يا ام حذيفه، دي سلفتك؟ اه سامعك، دي سلفتك مش كده؟ نعم دي سلفتك اللي انت بتتكلمي عنها صح؟ ايوه هي سلفتي، بس انا ماليش علاقه بيها، انا في محافظه وهي في محافظه تانية، حتى انا ما دخلتش. ما هو ده السؤال يعني. ما هو ده اللي محير، ده اللي محيرني في السؤال. انا بحكي عرض على حضرتك المشكله يعني. طب معلش، هي حضرتك بتطلب منه الطلاق وهو غير قادر على تكلفة المصاريف، يعني هي بتطلب الطلاق بس مش هتتنازل عن أي حاجة، عايزة يعني هو بيقول أنا ما معيش أغرم القايمة ولا الدهن مكتوب في القايمة ولا. طيب أقول لحضرتك حاجة أم حذيفة، أنت عايزاني أوجه لها كلمة صح؟ في سؤال تاني عايزة حضرتك توجه لها كلمة كده ما تسمعش من أي حد، بس عايزة حضرتك تقول حل لزوجها وانا هسمعه بعد اذن حضرتك يعني. وفي سؤال بقى تاني، السؤال التاني اتفضلي. خلاص في اي سؤال في السؤال ده؟ خلاص السؤال التاني، معقول السؤال التاني عشان اجاوبك، بس خليكي معايا على التليفون عشان اقول لك حاجه مهمه. اتفضلي. السؤال التاني بقى حضرتك، انا عليا مبلغ من المال يعني، واللي ليه فلوس عندي حصل يعني، انا كان معادي ان انا هعمل جمعيه، عامله جمعيه يعني وهقبضها ان شاء الله بعد 5 شهور. ماشي. حضرتك الاخ اللي انا يعني زوج الاخت اللي انا واخده منها الفلوس دي، ايوه، حصلت له حادثه، فمضطر محتاج الفلوس ضروري خلال الايام دي. ف محتاج الفلوس ضروري خلال الايام دي. فسؤالك ايه؟ عشان محتاج يدخل عمليه وكده. طب فسؤالك يعني ايه يا استاذه؟ فسؤالك ايه؟ فانا حضرتك جمعت المبلغ وفاضل جزء بسيط على المبلغ، وهم محتاجين المبلغ كله على بعضه. فدلوقتي انا حاولت ان انا يعني استلف من حد تاني عشان اكمل المبلغ ده عقبال ما اقبض الجمعيه، مش لاقي حد. ففي ناس عرضوا عليا. لا ما تستلفيش بالفايز، ما تستلفيش. استاذه محذيفه عشان الحكايه طالت قوي، انت ما تستلفيش بالفايز، ما تستلفيش بالربا، ما تستلفيش غير سلف قرض حسن فقط عشان تدي للناس دي. انت لو مش قادره وسدادك ما حصلش، انت مش مسؤوله، انت هتقدري تسددي الوقت اللي انت قدرتي تجمعي فيه، سددي ده. انما تقترضي بالربا لا ما تعمليش كده. لكن انا عندي سؤال في السؤال الاولاني، خلاص يبقى السؤال الثاني ده لا ما تستلفيش بالفايز، وروحي اعملي ايه؟ وروحي سددي الفلوس اللي انت جمعتيها، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قدرك عليه، وسددي الفلوس على الترتيب بتاع حضرتك وعلى المدة اللي حضرتك محتاجة ان انت تسدديها. الامر التاني بقى، هو حضرتك مالك بسلفتك؟ ده سؤال مهم جدا. إيه؟ مالك بسلفتك؟ بتسألي عن سلفتك ليه؟ لا انا ماليش دعوه بسلفتي، ماليش دعوه. انا عايز اقول لك بس حاجه، انا عايز اقول لك حاجه. اسمعيني يا ام حذيفه، ام حذيفه بعد اذن حضرتك. يبقى ابن خالي هو اللي يهمني. يا ام حذيفه، ام حذيفه اي شيء ولا شاغلني. يا ام حذيفه بعد اي حاجه، هي اخت ربنا يصلح حالها يا رب ويصلح حالها. ام حذيفه بعد اذن حضرتك، انا عايزه احل مشكله اخ ليا اللي هو ابن خالي. ام حذيفه بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك، بس بعد اذن حضرتك، لعله دلوقتي يكون سامعني. أول حاجة، إحنا بنمنع الأهالي إن هم يتدخلوا في المشكلات. المفروض اللي يسأل عن المشكلة ده ابن خالك وزوجته. دخول حضرتك في المشكلة ممكن يعقدها، فعشان كده أنت حضرتك لازم تبتعدي عن المشكلة دي أول حاجة. أما زوجة، أما سلفتك، فبقول لها أيما امرأة طلبت طلاقها بغير بأس فلن تجد رائحة الجنة. فهي يا بنت الحلال اتقي الله في جوزك، وإذا كنتم مش قادرين تحلوا مشكلة
تعالوا لنا على مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتاء المصرية ونتكلم. بس أنا نصيحتي لأم حذيفة إن هي تخرج من الموضوع. ليه؟ عشان مشاكل البيوت بتتحل في البيوت ما بين الزوجين، واللي بيتدخل حكيم للإصلاح. وعشان كده خلي حد من حكماء الأسرة هو اللي يتدخل، لأن وجود حضرتك ممكن يعمل حساسية عندي سلفتك لأسباب كتيرة جدا جدا بيكون ما بين السلاف. فعشان كده خلي بالك، لأن تدخلك في الأمر ده ممكن يزيد المسألة صعوبة، مش يكون سبب في حلها.